خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمنتخب التجديف المصري اللي حقق نتائج عظيمة الحقيقة، واللي قدر انه يحصد 9 ميداليات تاريخية في بطولة العالم للتجديف بمشاركة ذوي الهمم في بطولة العالم اللي استضافتها مصر. معانا خبر مهم، اعتقد ان في يعني عدد كبير من الاشياء الايجابية، ومعانا ايضا على الهاتف الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف. بعد التحية فندم الف مبروك، خلينا نعرف التفاصيل اللي حققها ابطال مصر في هذه البطولة، وإزاي كان في نصيب لذوي الهمم من هذا الإنجاز الرياضي. صباح الخير عليكم جميعا. طبعا كانت نتائج مشرفة لمصر والاتحاد المصري للتجديف في بطولة اللي هي العالم للتجديف داخل الصالات، اللي هي كانت مقامة في براغ، جزء منها مقام أونلاين بيشرف عليه الاتحاد اللي هي الدولي للتجديف من سويسرا، وشارك فيه لاعبين هم الاولمبيين واللاعبين هي البارالمبيين اللي هم ذوي القدرات الخاصه. فكانت حقيقه النتائج كانت اكثر من رائعه. كان النقل اللي هو الاونلاين او كان موجود عن طريق اللي هي المركز الاولمبي في المعادي، وكان فيه استعدادات يعني رائعه موجوده، وبيبقى فيه كالبريشن والتاكد من الاجهزه من الاتحاد الدولي ومن اللاعبين ومن كل حاجه. وأقدر أحب أتكلم الأول على النتائج الجميلة اللي حققوها ذوي الهمم والقدرات اللي هي الخاصة، لأن دي كانت أول مرة إن احنا نشارك فيها في بطولة العالم للتجديف داخل اللي هي الصالات. عندنا نتائج أكثر من رائعة. خدنا مركز أول في علاء إبراهيم، ده في 500 متر، وتقدم فيها على أستراليا وتشيكوسلوفاكيا وأوكرانيا وبولندا والمجر، يعني كان سبق اكثر من رائع، وخد فيها هي الميداليه اللي هي الذهب. علاء ابراهيم برضو نزل سباق ثاني كان 2000 متر وكان حصل فيه على مركز ثاني، وده كان سبق كان قوي جدا، ولكن يعني تم استبعاده نتيجه ان الحزام كان فك او ما كانش مربوط حوالين اللي هي البطن في هذا الوقت، يعني دي عشان ذوي الهمم ليهم حاجه. فدي كانت نتيجه جميله جدا. وكان عندنا كمان في يوسف ورداني خد مركز ثاني في 500 متر برضو، ده في سباق تاني اللي هو بيبقى بيعتمد على يعني نوع تاني من هي يعني الإصابة في ذوي الهمم. وعندنا في كمان زهرة خدت مركز أول. طبعا دي حاجة كانت رائعة إن احنا عندنا يعني فريق جميل جدا. علي الزيني بطل مصر طبعا وبطل أفريقيا، كان في منافسة عنيفة في السباق بتاعه. هو علي الزيني عادة بينزل هي ال 2000 متر، لكن هو نزل المرة دي 500 متر. فكان عندنا في مجموعة كبيرة جدا، يعني الحمد لله كانت يعني أكثر من رائعة في اللي هم ذوي الهمم. وأنا قلت يوسف ورداني طبعا خد مركز ثاني، وفي محمود علي كمان خد مركز ثاني. فدي كانت يعني حاجة قوية جدا لذوي الهمم، بهنيهم على هذا على يعني التمثيل المشرف لمصر. طبعا دكتور اتفضلي. دكتور اتفضلي. طيب خلينا برضو نتعرف من حضرتك على منتخبنا بشكل اكبر، يعني خلينا نعرف عدد المشاركين في المنتخب قد ايه، اعمارهم، اعمار المشاركين في منافسات البطوله العالميه تتراوح تقريبا من سن كام لسن كام؟ احنا في بعض اللاعبين كانوا في الناشئين، وفي لاعبين كانوا اللي هم المتقدمين، هم الفريق اللي هم الكبير موجود عندنا، يعني في الناشئ وفي العمومي، وكان في انسات وكان في رجال ايضا موجودين في السباق. يعني بالنسبه لل اتفضل يا فندم. بالنسبه للفريق اللي هم الرجال، في محمد قوطة حصل على الميداليه الذهبيه، خد مركز اول في خفيف اللي هي الوزن. عندنا في لاعبين تانيين، في عبد الرحمن سعد خد مركز سادس، سيف خد مركز رابع. فاحنا عندنا في تنوع كبير. ايوه تنوع. وفي ياسين توفيق خد مركز ثاني، تمام، في ده تحت 22 سنه. وفي اسلام صبحي خد مركز اول. فعندنا كان حقيقه يعني تنافس جميل جدا، ووجود لمصر على ساحه اللي هي التجديف داخل الصالات بقوه. تمام. طب انا لو اتكلمت عن يعني ذوي الهمم واهتمام الدوله المصريه بيهم، و
يعني اتكلمت عن بطولة التجديف اللي حصلت دي، من امتى احنا بنخش في البطولات البارالمبية وبنكسب بهذا الكم؟ وايه يعني ايه هي اهم الحاجات اللي ساعدتنا ان احنا نصل لهذه المراكز المتقدمة يا فندم؟ يعني انا عايز اقول بس ان انا حضرت حقيقة يعني الاتحاد المصري للتجديف في اهتمام قوي جدا من اللي هم اللاعبين ذوي الهمم، وحقيقة انا حضرت يعني لقاء مع يعني فخامة الرئيس في قادرون باختلاف، وكانت حاجة يعني مشجعة جدا، وقررنا ان احنا ندخل في الرياضات اللي هي ذوي الهمم بقوة في رياضة التجديف، ولأول مرة اكشلي في التاريخ اللي هي لعبة التجديف اللي هي تعتبر أقدم رياضة في مصر وأقدم اتحاد رياضي في مصر، دخلنا لعبة اللي هي ذوي الهمم بنسميها بارا روينج اللي هي في الألعاب اللي هي البارالمبية، دخلناها في مصر السنة دي أو من السنة اللي فاتت يعني، والحمد لله حصلنا على في بطولة أفريقيا في الزوجي، وحصلنا أيضا ده كان علي الزيني ومروة عبد العال، وفي زهرة خدت مركز تاني واللي هي برضو كسبت أول البطولة دي حاليا اللي هي كانت في براغ أونلاين، وفي كمان علاء إبراهيم خد مركز أول. عندنا في اتنين لعيبة اللي هم لاعبين علي الزيني ومروة عبد العال تم تأهيلهم لدورة الألعاب البارالمبية في فرنسا، ففي اهتمام واضح جدا وبمساعدة طبعا هي الوزارة و اللجنه البارالمبيه يعني متداخلين معها بقوه، فالحمد لله في يعني اهتمام قوي، رغم ان هذه اللعبه بتحتاج الى امكانيات كثيره جدا وامن وامان وقوارب بتبقى عشان نقدر نشارك بيها في البطولات اللي هي العالميه، محتاجه طبعا يعني بتبقى امكانيات ماليه عاليه جدا فيها تماما. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وبنحييك وبنبارك لك طبعا على هذا الانجاز الكبير، شكرا لحضرتك.